أهلا بكم في داكار من قلب أوروبا. لقد باتت هولندا بالفعل موطنا هاما لرالي داكار. مع بداية نسخة 2022 تم تسجيل 64 مشاركا في هذا الرالي. منذ البداية لطالما كانت هولندا من بين أهم 4 أو 5 بلدان مشاركة في داكار بالتزامن مع وجود مركبات هولندية، كذلك بسبب تاريخنا مع المركبات التي شاركت في الماضي. نحن بالطبع بلد الشاحنات، لهذا لدينا الكثير من المشاركين. أعتقد بأن الأمر بدأ مع ياندروي الذي حقق الفوز، ليبدأ الكثير من الهولنديين بمتابعة الحدث بعد ذلك. الهولنديون معجبون حقا بالصحراء ويحبون السفر. كما تعلمون ليس لدينا الكثير من الصحاري أو الكثبان الرملية في هولندا، لكننا نحب الاستكشاف. ما نراه على الشاشة يمثل تحديا حقيقيا. أعتقد أنه من الضروري حقا امتلاك الشغف، وأعتقد أنهم يريدون إظهار ذلك، لهذا السبب نريد المنافسة هناك. قبل انطلاق المعركة الهولندية في صحاري المملكة العربية السعودية، فإنهم يجتمعون معا قرب مدينة أيندهوفن ضمن تقليد سنوي بات يعرف بما قبل المرحلة التمهيدية. بالنسبة لنا من المهم كذلك الاجتماع مع المشاركين خارج المسار، خارج سياق الفحوصات التقنية والإدارية. إنهم بالفعل يتعرفون على المنظمة، يتعرفون على المشاركين الآخرين، ذلك جيد لبناء روح الفريق، الأمر الذي نحتاجه في الراليات وخاصة الصحراوية منها. من الضروري تذكر أن 30 أو 40% يشاركون للمرة الأولى كل عام، لذا فإنها فرصة لأخذ بعض الوقت ومناقشة النواحي التقنية الرياضية واللوجستية. أعتقد أنه أقصى ما يمكن تحقيقه، الجميع يرغب به، إنجاز نسعى إليه مرة واحدة في العمر، هل بوسعنا تحقيقه أم لا؟